ثم بعد ذلك مرتقى أعلى من هذا، أن تجعل كل تحركاتك لله وكل سكناتك لله. والعلماء عجيب أمرهم جدا، أغلظوا في هذا إلى حد أن منهم من ذهب إلى أن من خرج من بيته بلا نية فقد عصى الله ليخرج باسم. وقد حكى الشيخ السالمي هذا في جوهره وهو موجود في الأثر، من خرج من بيته بلا نية فقط، بعض العلماء قالوا فقد عصى الله. ويجب عليه لما يقول ولاية النفس علينا فرض، وهي لمغروس الصلاح أرض، معناه ألزمها طاعة الله ولا تخرج عن دائرة طاعته إلى دائرة معصيته. ثم أنك تبقى في دائرة الطاعة لا تخرج عنها أبدا إلى دائرة المعصية، هذا هو الفرض الذي يجب عليك.